كتير. حضرتك ايه لاستقدام شيوخ يعني من خارج مصر لخطب الجمعة في مساجدنا؟ وهل بيحدث العكس؟ يعني احنا الشيوخ المصريين هل بيلقوا خطب الجمعة في البلاد الأخرى؟ أنا على كل حال لي تجربة في هذا الأمر. أصل كل علماء الأزهر وأساتذة جامعة الأزهر هم الذين درسوا في الدول العربية نعم. في كل الجامعات التي نشأت بعد الأزهر، فتأثيرهم كان قوي جدا في التعليم. في بعض الدول بتسمح بأن يكون واحد من غير جنسيتها يخطب الجمعة، وكنت أحد هؤلاء في السعودية. كنت أخطب الجمعة في مسجد فقيه في مكة المكرمة. نعم. فالمسألة مش في أنه هو مجيد ولا مش مجيد، هو اللي يختار لهذا لابد أن يكون أهلا لهذا الاختيار. ده اللي بنتكلم عليه أيضا. ولذلك أي حد يجي لنا من بره، أنا أرى أن احنا لابد أن احنا نعرف هويته في ما يقوله من الناس، لأن قد يأتي بأفكار غريبة عن المنهج الوسطي للأزهر. نعم. الأزهر هو الحقيقة المعيار اللي هو لابد أن احنا ننتمي جميعا إليه، ولا نسمح لغيره بأن يخترق الساحة المصرية، لأن هو لا يمكن للمصري المتدين أن يثق إلا في علماء الأزهر. يجوب العالم كي ينشر ويخدم الدين الإسلامي رافضاً المغالاة في الدين، ويرى أن مصر في أمان، فقد بشر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بنهر النيل. إنه رجل الدين الأستاذ الدكتور مختار المهدي، عضو هيئة كبار علماء الأزهر، الرئيس العام للجمعيات الشرعية في مصر.